حاتم بقى صعب قوي يا فتحي، ما اظنش ابدا انه هيروح معاك المصحه دي بسهوله. ما تقلقيش هوديه ولو بالعافيه. مش عارفه مالي قلقانه كده. كملي قلبك وبعدين سيب القاتل المحترف يتصرف. ايوه ما نسيت موضوع القاتل المحترف ده، الحاجات دي بالنسبه لك سهله جدا. شك الدبوس حياتك، عندي شك الدبوس. طب وإصالات الأمانة اللي ماسكة عليه الزفت اللي اسمه فريد ده؟ فريد ده هو بيهوش وبس. ما تفتكريش يعني إنه هيروح البوليس يبلغ يقول والله ده أنا واحد خد مني شمة ما دفعليش حقها، وحتى لو حد متقبض عليه ما تقلقيش، لأنه كده كده هيشبه فريد لما يقول عليه إنه تاجر مخدرات والرصاصة اللي ما بتسيبش بتدوش. أما سي فريد بقى لو حب يتفزلك ويضر حاتم بأي شكل من الأشكال أنا هتصرف وهعرف أطلعه منها زي الشعرة من العجين. أهم حاجة دلوقتي إن حاتم يفوق لنفسه ويرجع لحياته. شفت بقى؟ شفت من غيرك كنت عملت إيه؟ كان زماني حست ولست ورحت في 60 داهية. يا عالم كان حصل فيا إيه يا فتحي؟ ما تخافيش يا كارما، أنا جنبك وهفضل طول عمري جنبك. وبعدين أنا مبسوط أوي اليومين دول باللي أنا بعمله. عارفة زمان وأنا كنت لسه عيل صغير قابلت واحدة ست عجوزة، عديتها الشارع وصلتها لغاية باب بيتها. ما تتصوريش أنا كنت فرحان قد إيه، كنت حاسس إن أنا عملت إنجاز. نفس الإحساس ده أنا حاسه اليومين دول، عشان حاسس إن أنا بنقذ شاب. شاب بيضيع بيغرق وبحاول أخليه يسترد حياته. عارف حاجة يا فتحي؟ أنا مستحيل أصدق يوم من الأيام إن الإنسان اللي قاعد قدامي ده جواه كل الخير ممكن يطلع يوم من الأيام إنسان مش كويس، إنسان وحش ممكن يأذي حد. هو أنت ممكن تكون كده يا فتحي؟ مش عايز ترد على سؤالي؟ اشربي. ليمون. برافو، اختيار كويس. عشان لو كنت اخترتي حاجة تانية كنا هنتبهدل قدام الناس. انت بتدهولي بسرعة. في دي عندك حق.